السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا النهاردة معانا موقع استثماري بيعطينا كل 5 ساعات 100%، زي ما انتوا شايفين هنا اللي بيحط روبل بياخد 2، اللي بيحط 5 بياخد 10 وهكذا. الموقع لسه تحت التجربة، هنعمل ايداع فيه ونشوفه، وان شاء الله مع اول اثبات سحب هننزله. بس الموقع لسه معرفش اذا كان صادق او لا، اللي عايز يجرب يجرب، اللي عايز يستنى لما نعمل اثبات سحب يستنى. بس قبل اي شيء، مفيش موقع مضمون على الانترنت من مواقع الاستثمار بالذات. هنيجي من هنا نعمل تسجيل دخول، هنحط رقم المحفظة وهنعمل تقديم. كده الموقع فتح معانا. هنيجي من هنا هنحط 5 روبل تجربة، اهو بكده اودعنا 5 روبل، وبعد 5 ساعات ان شاء الله هنقول لكم اذا كان الموقع صادق او نصاب. لو كان صادق هنزل لكم اثبات سحب، لو نصاب هنشيل الرابط من تحت الفيديو. كده اكون انتهيت من الشرح. متنسوش تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.